صباح الخير صباح الخير صباح الخير، اخباركم ايه؟ كله تمام النهارده ان شاء الله باذن الله. رايح مشوار كله خير في مصلحتي، وايه الله المستعان. وفي نفس الوقت نعمل الفيديو يا صباح الفل. يلا نتمشى، وانا في الطريق بخلص مشاويري، وفي نفس الوقت بعض ادردش معاكم وبتتفرجوا بتستمتعوا بالاجواء في مدينه نورنبرغ المانيا. 24 صباح الفل. الحمد لله بعدت عن صخب المدينه في السكن الجديد، وده من نعمه ربنا عليا. اللي بتمناه بيتحقق، لاني ببقى خالص النيه في الدعاء والطلب من ربنا. اهم حاجه تبقى خالص النيه ومصفي قلبك الحلو، فهمت يا حبيبي؟ عشان ربنا يقبل منك، لكن بتقول كلام وتعمل عكسه ربنا مش هيوفقك صدقني. فعشان انت ربنا يكرمك، نظف بقى قلبك وصفي نيتك واخلص لربنا وصلي عشان ربنا يكرمك بدل ما يصلوا عليك. صباح الفل صباح الفل. كنت عاوز اصحح معلومة عن اللي هو التراب هنا في او دفن الموتى. كنت قلت ان انت بتدفع 3000 اورو في السنة، الكلام ده مش صحيح. انا سألت حد فعلا، حد متوفي له لسه قريب، قال لي اول حاجة بندفع 1600 اورو اول مرة، كل 10 سنين 700 يورو، يعني مش 3000، يعني قصة في المتناول. في المتناول ازاي؟ يعني 70 اورو في السنة، مبلغ قليل جدا جدا. في ناس هنا بتشترك في جمعيات، الجمعيات دي بيدفعوا لها شهريا، وبعد عمر طويل لما بيتوفوا الجمعية دي بتقوم بسداد الايجار ده اللي هو 700 اورو. قبر جميل والله، ان شاء الله باذن الله هبعمل لكم حلقه عنه، لان اكتشفت ان في مقابر للمسلمين. يعني انت لو مسلم وخايف على نفسك ان انت تموت في هذه البلاد، ما تقلقش، في مقابر مخصصه للمسلمين، مقابر جميله جدا وكبيره، والله المستعان ان شاء الله هبعمل لكم حلقه عن هذا الموضوع. حبيت اقول لكم عن القصه دي عشان اللي ما بيفكرش في الموت ما يستحقش الحياه، لان الحقيقه الوحيده في حياتنا هي الموت، وربنا يديكم طول العمر. صباح الفل. الحمد لله تمت المهمة بنجاح. سبحان الله، بتروح اي مكان تعمل اي ورقة اي شيء بتلاقي الدنيا متسهلة لك، وربنا موفقك دايما الحمد لله. والله العظيم مش بقول كده وخلاص، لا انا بقول فعلا الحقيقة، ان انا كل لما اروح مكان الاقي ربنا بيكرمني قوي في اي شيء انا بعمله، سواء المكان دول رايح عشان اشوف شقة، او المكان ده رايح اعمل ورقة معينة، او المكان ده رايح اخلص اقامة، اخلص اوراق، اخلص عربيات، اخلص سكسونيات، اخلص اي حاجة. الحمد لله ربنا بيوفقني، بيوفقني عشان انا نيتي خالصة لربنا. ودايما هقول لك هذه الكلمة، خلص نيتك لربنا. اروح بقى على البيت، وبعد كده ننزل، عندي مشوار الساعة 11، الساعة دلوقتي 9:30. اخلص اللي انا بعمله، وبعد كده هننزل ان شاء الله باذن الله نروح للمعاد اللي انا ملزم بيه. المعاد دون خاص بمستقبلي برضو، يعني مفيش حاجة برا مستقبلي. انا مفكرش يا جماعة والله غير في مستقبلي وحياتي، ان انا اظبطها ازاي، وايه بجري على اقل تفاصيل في حياتي. يعني مفيش حاجة بقول ايه لا خليها لبكرة، لا، لو في مجال النهاردة اعملها بقوم الصبح بدري اخرج اجري على مصلحتي، والله المستعان. ان شاء الله باذن الله هتتفاجئوا بالمكان اللي انا عايش فيه الجديد بعد ما سبت صخب المدينه. انا ممكن اركب، سهل جدا ان انا اركب، ولكن انا بحب اتمشى، عشان لما بتتمشى بتتمشى، ولما تيجي تتمشى ابقى سيب يا اخويا المقشه. صباح الفل صباح الفل يا رجاله. وانا ماشي في اي حته، اول ما اشوف العربيه اللي هي مجهزة كارافان دي، صراحة بفتكر أخويا وحبيبي الحاج عبد الله، ربنا يتم شفاه على خير، إن هو يشتري عربية زي دي ونعمل بقى رحلات. والحمد لله. صباح الفل يا عبد، يا عبد الورد يا جميل. أنا عارف إن أنت دايما بتحب تتفرج على فيديوهاتي، وأنا بحب دايما ألاغيك. صباحك عسل يا حبيب القلب. يا دي النيلة، كلب هوهو هيفضل في كل حتة يهوهو، مش هيبطل هوهو، مهما تعمل هيفضل يهوهو هوهو 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 يا كلب. ما شاء الله، بصوا المنظر الحلو ده على الصبح،
بس طبعا الاعشاب لونها اصفر شكله كئيب قوي، بس في خضره ورا اهي، واحنا في الشتاء ورحله اطفال من المدرسه. شايفين ملبسينهم اللي هو الفيست اللي هو الخاص بالسيفتي والامان داخل الشارع او داخل المانيا. لما بيلبسوهم الفيست دون، الفيست ده مستو ان هو في الصوري في الضلمه بينور عشان الاطفال يعني الناس تنتبه ليها. على فكره الفيست ده اي حد في المانيا بيشتغل بيلبسه لازم، والاطفال كمان في المدارس وهم خارجين في الشارع لازم يلبسوه، حتى لدرجه ان هم لو معاك كلب بيمشي في الشارع لازم تلبسه الفيست دون عشان الامان برضو زي ما قلت لك. وبتحط كمان للكلاب طوق مضيء في رقبه كل كلب. واحد هيقول لي يا عم انت مشيت حته كبيره قوي هناك اهو، دي انت بيتك في الجبل. لا بيتي مش في الجبل ولا حاجه، بيتي في مكان جميل جدا قريب من المدينه وفي نفس الوقت بعيد عن صخب الدوشه والهيصه بتاعه المدينه. بركب اللي هو المترو رقم 1 بينزلني فيه قريب للبيت، بلاش بينزلني فيه دي، بس انا عاوز اركب الترام يوصلني برضه. الترام لما بركبه في المانيا بتذكر الترام في مصر، كنت صغير صراحة، بس كان مشهور قوي في مصر بان هو يعني انت لو عندك وقت اضافي وما وراكش حاجة فتركب الترام في مصر. كانت الناس بتتريق دايما على الترام في مصر، معرفش ليه، يا رب نكون طورناه او شلناه، الله المستعان. يلا عشان هنزل المحطة الجاية. وصلت ويلا يلا ايه يلا يلا يا عبد الله صباح الفل. محلات الملابس الحريمي كتير قوي في مدينة نورنبرج، يعني بص ملابس داخلية ومعرفش ايه قصص كده ملناش علاقة بيها، كتيرة كتيرة كتيرة. ومحلات الورد، يعني انا لسه معدي على محل ورد من شوية، وادي كمان محل ورد كحيانة وما عندوش ورد ولا عنده حاجة، ولكن محل جوه فيه ورد ولكن مش بالفخامة اللي احنا بنمر بيها وبنشوفها. اخلص المشوار بتاعي وبعد كده نكمل يومنا. معلش مشاوير كتير وانا بسهيكم وبعمل المشاوير دي، واحلى حاجة ان انا سهيكم. خلصت المشوار ونرجع على ايه، على المنزل، وصباحكم حلو واخضر ان شاء الله. نركب وبعد كده الله كريم هركب اللي هو الترام 8 دون، هيقربني وهغير من محطة الأوبان، وعلى الله التسهيل. أجمل حاجة لما بتبقى يعني في بيت أو في سكن جديد حواليك كل حاجة، محطة قطار، محطة ترام، محطة مترو، عفوا أنا قلت قطار، مترو جنبك، كل حاجة في نفس الوقت رايق، لأن أنت بتبقى ساكن على الشارع العمومي ده، تبقى ساكن في شارع جانبي، والشارع الجانبي ده بيبقى روقان الروقان، مش عاوز اقول لك يعني. وربنا يسعد الجميع. انا قلت اشرب سيجاره هنا وبعد كده هنزل اركب المترو هنا قريب من المدينه قوي، يعني مدينه نورنبرج خلينا نقول اللي هو وسط المدينه، معلش لان احنا كده كله في مدينه نورنبرج، وسط المدينه في هذا الاتجاه، ومش هياخد معاك 7 دقايق مشي في حزة سور المدينه القديم اللي انتوا عارفينه. ودي اميز حاجه في هذه الدول، تلاقي كل حاجه جنبك، ترام جنبك، مترو جنبك، اتوبيس جنبك، قطار جنبك، كل حاجه جنبك وذنبك على جنبك. صباح الفل. المحطه دي بتفكرني بمحطه خاركوف، كانت محلات نفس القصه في محطات اللي هي المترو، كان نفس القصه دي كلها، بص محلات وسلم المترو، يلا بينا على سلم المترو، ولكنها فكرتني بمدينة خاركوف ومترو خاركوف. صباح الخير يا خاركوف. هو انت بتقول خاركوف ليه بالروسي؟ ما تقول خاركيف. لا بحب اقول خاركوف. واحنا بنتمشى وفرجكم على الشوارع وفرجكم على الحاجات الحلوة اللي احنا بنمر عليها، وهتشوفوني في المكان ده كتير. صباح الفل. بص لما بتكون عاوز تعدي بتدوس هنا بتنور اللمبة دي وبتعدي، بتنور لك الإشارة أخضر زي كده مطفية مثلا اهي، تروح دايس عليها دوسة واحدة تروح منورة أخضر وخلاص. عارفين يا جماعة ده تقريبا بيبقى يوم مغترب، أنا بنقلك اليوم دون
في حاجات كتير قوي انا ماشي ما بكونش صورتها وبقول خلاص يعني انا ماشي تاخد بالك، وفي حاجات بصورها لكم. فاليوم مش بيبقى المده بتاعه الفيديو، لا اليوم بيبقى اكبر من كده بكتير، زي يومك بالظبط، واخد بالك يا جميل؟ في هذا البلد عشان المواصلات كتيره قوي، فانت لو عندك مثلا عجله بالكهرباء، عندك عربيه بتمشي بالموتور، فانت ما انتش محتاج ان انت في كل مشوار تاخد مثلا عربيتك او تاخد عجلتك او تاخد موتوسيكلك، لا لا لا. ليه؟ لان المواصلات حواليك كتيره وفي متناول ايدك، والتيكت كله ب 50 يورو لكل الناس اللي موجوده داخل المانيا. فانت استفاد بهذا الموضوع، لانك هتصرف بنزين كتير وهتصرف صيانه كتير، لانك بتمشي بالعربيه بتاعتك او المعده بتاعتك، فبتستهلك قطع غيار. فهمت يا غالي؟ فشغل ده عشان ربنا يكرمك. اتمنى لكم يوم جميل، اتمنى لكم كل خير، صباحكم حلو، اشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. باي باي.